تحية طيبة لكم مستمعين وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء للحديث عن بعض المواضيع. راح نتكلم إن شاء الله عن القرار الصادر بشأن إنهاء استعمال فئات من الأوراق النقدية. راح نتعرف عليه إن شاء الله بشكل أكبر من خلال استضافتنا للفاضل سيف بن محمد البوسعيدي، مدير دائرة إدارة النقد بالبنك المركز العماني، معنا عبر الهاتف. أهلا وسهلا بك الأستاذ سيف. حياكم الله أخوي عبد الله. يا مرحبا سعيدي، بارك الله فيكم ومشكورين على هذه الاستضافة الطيبة في على إذاعة الشبيبة لتسليط الضوء على قرار البنك المركزي صادر اليوم في الجريدة الرسمية رقم 1527 بتاريخ اليوم الأحد 7 يناير 2024، الخاص بشأن إنهاء استعمال فئات من الأوراق النقدية. الشكر لاستجابتكم السريعة الأستاذ سيف، ونوضح مباشرة للمستمع والمتابع تفاصيل هذا القرار. بارك الله فيكم، مشكورين على الاستضافة طبعا هذه، ودوركم في إيصال الرسالة من المصدر الصحيح بخصوص هذا القرار. طبعا القرار جاء استنادا إلى أحكام مادة 45 من قانون المصرفي صادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000، وإلى قرار مجلس محافظين كذلك بتخويل البنك المركزي بالإعلان عن إنهاء استعمال الأوراق النقدية ما قبل الإصدار السادس الذي يصدر في عام 2020، وتكون على أن يكون هذا القرار بعد انقضاء مدة 360 يوم من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية. وتعتبر هذه الأوراق النقدية بعد 360 يوم أوراق عملة غير قانونية وغير قابلة للتداول. والأوراق النقدية اللي شملها القرار أو الإعلان اليوم عبارة عن مجموعة من الأوراق النقدية التي تم إصدارها من سنة 1995 إلى الإصدار الأخير 2020، ونستوضحها كالتالي. أولا الأوراق النقدية العمانية لفئة الريال الواحد وفئة النصف ريال وفئة 200 بيسة وفئة 100 بيسة اللي أصدرها البنك عام 1995. الأوراق الفئات أوراق نقدية لفئات 50 ريال والعشرين ريال والعشرة ريالات عمانية والخمسة ريالات عمانية التي أصدرها البنك عام 2000، كذلك فئة الريال الواحد تذكاري اللي أصدرها البنك عام 2005، كذلك فئة العشرين ريال التذكاري اللي أصدرها البنك عام 2010، يتبعها الفئات 50 ريال والعشرة ريالات والخمسة ريالات التي أصدرها البنك في عام نهاية عام 2011 وبداية عام 2012، كذلك فئة الريال الواحد تذكاري اللي أصدر البنك عام 2015، وأخيرا فئة 50 ريال اللي أصدرها البنك عام 2019. نعم، عادة الأستاذ سيف، ما هي دوافع إجراء مثل هذا؟ ما هي دوافع إنهاء استخدامات عملة معينة؟ نعم نعم، عادة هناك كثير من الدوافع تتبعها البنوك المركزية ومعطيات تأخذها بعين الاعتبار في اتخاذ قرار إنهاء استعمال فئات من الأوراق النقدية. في حالة هذه في الإصدار الأخير من الإصدار السادس عام 2020، الإصدار الأخير يعتبر هو الإصدار ذو العائلة الواحدة من للإصدار، العائلة الواحدة جميع الفئات النقدية تم إصدارها في سنة واحدة لعام 2020، وبالتالي عادة ما يتم اتخاذ قرار بعد فترة من الزمن اتخاذ قرار إنهاء استعمال الفئات ما قبل الإصدار الأخير وانتهاء صلاحيتها. بالنسبة لنا احنا طبعا وجود الإصدار الأخير، إصدار السادس الذي أصدر في عام 2020، الحين كمل 3 سنوات في التداول كاملة نهاية 2020 ولا اليوم نهاية 2023، يعتبر 3 سنوات كاملة. فبالتالي وجود فئات من عام 1995 إلى الإصدار الأخير هذه لا يوجد لها داعي، إذا ما علمنا أنه جميع الإصدارات السابقة كانت إصدارات تحسينية أو تعديلية في الصفات الأمنية للورقة. فلو لاحظنا أن فئة الخمسين ريال توجد لحد اليوم 2020 وجود 4 فئات، وبالتالي يفضل أنه يكون الإصدار الأخير لو الإصدار الثالث الأخير الذي أصدر في 2020 يكون هو الوحيد الموجود في التداول، منعا لوجود أكثر من فئة من ورقة واحدة لفئة معينة واحدة. وبالتالي من كإدارة النقد
تكون أفضل وأجود بالنسبة لي وجود فقط في ورقة نقدية واحدة لكل فئة متداولة. نعم. الواضح في القرار أنكم دائما تراعوا أن تكون في مهلة كافية، يعني نتكلم عن 360 يوم قرابة العام كامل. أهمية وجود هذه المساحة الكافية من الوقت لاستبدال هذه الأوراق النقدية. نعم. بالنسبة طبعا بحكم القانون، بحكم أحكام المادة 45 من قانون المصرف الصادر بمرسوم السلطان رقم 114/2000، فقد وجدت هذه المدة 360 يوم حتى تعطي الوقت الكافي لجميع مستخدمي النقد في سلطنة عمان لاستبدال وإيداع متى ما وجدت عندهم إيداع هذه الأوراق النقدية لدى المصارف العاملة بالسلطنة، واستبدالهم تكون كمية كافية أو فترة كافية. كذلك بالنسبة للبنك المركزي العماني كذلك عندهم من الوقت لتنفيذ آلية مناسبة حسب ما احنا نشتغل حاليا، تنفيذ آلية مناسبة للمتابعة وللتأكد من أن جميع الأوراق النقدية الموجودة في التداول من الفئات المستهدفة أو الأوراق النقدية المستهدفة تم يعني تم إرجاعها أو تم استبدالها كلية تماما إلى البنك المركزي من خلال البنوك العاملة بالسلطنة. فهذه الفترة طبعا فترة كافية بالنسبة لمستخدمي النقد أنهم خلال هذه الفترة يقوموا بعمليات الاستبدال، وكاحنا كبنك مركزي من عمليات التنفيذ والمراقبة. نعم. بعد انقضاء هذه الفترة ما هو مصير هذه الأوراق النقدية؟ يعني أقصد إذا كان شخص يمتلك هذه الأوراق النقدية ولكن تجاوز المهلة والمدة المحددة ولا زالت هذه الأوراق النقدية عنده، كيف يتم التعامل معها؟ طيب، خلال 360 يوم، هذه نقطة جيدة يجب ذكرها، خلال 360 يوم لا تزال هذه الأوراق المستهدفة أوراق قانونية بقيمتها، ويتم استقبالها من البنوك العام للسلطنة، ويتم كذلك تم توجيه المؤسسات التجارية والمالية بقبول هذه الأوراق خلال مدة 360 يوم. وخلال هذه المدة كذلك مثل ما أسلفت أن البنك المركزي راح يتابع، راح يكون قريب جدا من المواطنين والمقيمين في عملية التوعية بضرورة الاستبدال وضرورة الإيداع خلال 360 يوم. أما من بعد 360 يوم راح تصبح غير صالح للاستخدام، وكذلك راح لن تكون موجودة كقيمة قانونية، وبالتالي تعتبر كأوراق منتهية الصلاحية، لا يمكن تداولها أو قبولها في أي مكان من الأماكن في عمان. فبالتالي تكون ورقة عادية جدا ما لها أي قيمة قانونية. نعم. ولن يتاح استبدالها بعد هذه المهلة وهذا من ناحية البنك المركزي المدة اللي تم إتاحتها من خلال القانون المصرفي رقم 114/2000 هو 360 يوم. خلال هالفترة يمكن استبدالها، من بعد هالفترة طبعا راح تغلق نوافذ القبول. وبالتالي هو اليوم رقم 361 هو اليوم اللي يعتبر غير تم منها استعمالها وغير قابل للتداول. نعم. طبعا افهم من حديثك الاستاذ سيف انه اساسا التعامل مع هذه الاوراق النقديه يتم بعمليه وكانها مثل ما تقول اليه من خلال وصولها للمصارف لن يتم اعاده صرفها، صحيح؟ نعم بالفعل، من خلال البنوك العامله بالسلطنه. البنك المركزي تم مخاطبة هنا مرة ثانية نعيد إنه خلال 360 يوم الأوراق المستهدفة تكون ذات قيمة قانونية ويمكن إيداعها واستبدالها من المصارف. كذلك نوجه جميع المؤسسات المالية والتجارية كذلك بقبول هذه الأوراق متى ما قدمت من قبل الجمهور. خلال هالفترة 360 يوم يتم إيداعها للبنوك العاملة بالسلطنة، سواء كان أو استبدالها من البنوك العاملة بالسلطنة، سواء كان فرد مواطن أو مقيم أو مؤسسات مالية وتجارية. وكما هو معروف في دورة حياة النقد فإن مبدأها تكون عن طريق البنوك العاملة بالسلطنة أو من البنك المركزي إلى البنوك العاملة بالسلطنة، ومن ثم تروح في التداول، ورجوعها كذلك يكون نفس الشيء من التداول إلى البنوك العاملة بالسلطنة ومن ثم إلى
البنك المركزي العماني. فخلال هذه الفترة الدور اللي يناط بالبنوك العاملة بالسلطنة هو تجميع هذه الأوراق النقدية المستهدفة ومن ثم إيداعها للبنك المركزي العماني. نعم يعطيكم العافية أكيد على هذا التوضيح الأستاذ سيف، وإن شاء الله تكون يعني المعلومة وصلت بشكل واضح ومن المصدر لكل المتابعين والمستمعين، يعني حتى يتم إن شاء الله التعاون مع هذا الموضوع بطريقة سهلة وسلسة بإذن الله. بارك الله فيك أخي عبد الله، وكذلك لإذاعة الشبيبة على تسليط الضوء على هذا الموضوع. ونؤكد مرة أخرى أخي عبد الله بالنسبة للأوراق النقدية المستهدفة، إنها أوراق نقدية ذات قيمة قانونية خلال مدة 360 يوم. والبنك المركزي طبعا وجه البنوك العاملة بالسلطنة بقبول هذه الأوراق واستبدالها إيداعا أو استبدالا من جميع الأطراف، سواء كان مقيمين سواء كان مواطنين أو مقيمين أو مؤسسات تجارية ونقدية. وكذلك تم توجيه جميع المؤسسات التجارية في عمان بقبول هذه الورقة متى ما تم تقديمها من المواطنين. طبعا هذه خلال الفترة، مرة ثانية نؤكد، خلال فترة 360 يوم. من بعد 360 يوم مرة ثانية نقول سوف تصبح غير صالحة للاستعمال ولا توجد لها أي قيمة قانونية. نعم. شكرا أخي عبد الله مرة ثانية، بارك الله فيك، يعطيكم العافية الأستاذ سيف. شكرا جزيلا. مع السلامة. الأستاذ سيف بن محمد البوسعيدي مدير دائرة إدارة النقد بالبنك المركزي، كان معنا طبعا عبر الهاتف للحديث أكثر عن هذا القرار الوزاري الصادر من البنك المركزي العمان. في موضوع ثاني كذلك مستمعينا أريد أن أنبهكم عليه، هو التوضيح الصادر من صندوق الحماية الاجتماعية حول مواعيد صرف منافع الحماية الاجتماعية، حيث وضح صندوق الحماية الاجتماعية إفادة المنتفعين المستحقين للمنافع بأن المنتفعين المسجلين قبل 10 يناير ستصرف المنفعة لهم بدءا من تاريخ 18 يناير، والمنتفعين المسجلين لاحقا خلال ذات الشهر ستصرف المنفعة لهم بدءا من نهاية الشهر. إذن هذا طبعا واضح بالنسبة للمنتفعين من منافع الحماية الاجتماعية، وهناك عدد كبير جاوز 1,500,000 اللي سجلوا، وبالتالي المنفعة ستصدر لهم بتاريخ 18 يناير بإذن الله تعالى، واللي يعني تأخر شوية وسجل بعد 10 يناير ستصرف له في نهاية الشهر بإذن الله تعالى. هكذا وصلنا معكم مستمعين الأحبة إلى نهاية برنامجنا اليوم. تقبلوا تحيات فريق العمل جاسم البداعي، بلقيس الحبسية، وأحمد العزيزي. نلقاكم في حلقات قادمة بحول الله تعالى، في أمان الله.